مساء الخير ومساء النصر لمصر. ربنا إن شاء الله تعالى يحفظ مصر أرضا وشعبا وقيادة. وأهلا بكم في يوم جديد من بيت الخبرة المرشد الزراعي. ولكن القول الزامي علينا بأن احنا نترحم على شهداء هؤلاء الأبطال، رحم الله من لخص القصة في ابتسامة الشهيد. هذه الأرواح الطاهرة المطهرة نحتسبهم عند الله، هم أحياء. رحم الله من دفع عن الأرض والعرض، رحم الله على من دفع عن الدين والدنيا شهداء مصر. إن شاء الله تعالى يا رب يتقبلهم بإذن الله ويلحقنا بهم إن شاء الله، ويصبر يا رب أهليهم ويصبرنا بإذن الله، ودايما يحمي المحروسة. على غراء اللي بيقدم تضحية لأرضه بدمه، وهذه أسمى وأحلى وأروع وأشيك وأنقى وأطهر التضحيات عند الله سبحانه وتعالى، فهناك أيضا تضحيات أخرى في الميدان، منها هؤلاء العظام الفلاحين والمزارعين. فالشكر أيضا واجب وإلزامي علينا على كل هؤلاء عظام مصر الفلاحين والمزارعين، اللي هم في مبادرة وفي سباق وبنورامة حب ووفاء وتأييد لهذا الوطن، اللي هم بيقدموا حاليا دلوقتي القمح المصري واللي وزارة التومين. الصراحة في سابقة بنشوفها يعني إفراز حالة كده من الوطنية وحب وانتماء لهذا البلد. فالشكر واجب وإلزام، وأعمالا بقول الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالشكر واجب وإلزام علينا نحن أسرة برنامج المرشد الزراعي ومصر الخضراء مصر الزراعية. موضوع حلقة النهاردة هو استكمال للحلقات اللي هي الخاصة ببيت الخبرة المرشد الزراعي، وهي توعية المزارع المصري بما يقدم أو ماذا يجب عليه أن يفعل في كل موسم زراعي، خصوصا احنا حاليا دلوقتي عذرا داخلين على موسم زراعة الأرز، المعاملات الخاصة به. هنكلم مع ضيفي الكريم أهم المعاملات الخاصة بزراعة الأرز، تجنب الأخطاء أثناء الزراعة، كمان الأصناف والمستنبطة الحديثة اللي هي مقاومة أو قليلة استخدام المياه، المشتر وطريقة إعداده، كل ما يخص هذا المحصول الأكثر من مهم. وإن شاء الله تعالى ربما يصفنا الوقت للحديث عن الذرة الشامية. كل طلباتكم أوامر في بيت الخبرة المرشد الزراعي للاستفسار ورد عليها ضيفي الكريم فيما يخص الأرز وزراعته والطرق المثلى لزراعته لتعظيم الفايدة. هيرد عليها ضيفي الكريم مهندس إبراهيم علي الشافعي، متابع مركزي بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعي. تحياتي ليك يا باشمهندس، كل عام وحضرتك بخير. كل عام بخير. ومن هذا المنبر الإعلامي نتقدم بخالص التعازي لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة وجميع جموع الشعب المصري في شهدائنا شهداء القوات المسلحة بالأعمال الخسيسة الخائنة في شرق القناة. وبنقول لهم من هذا المنبر الإعلامي إن ده مش هيعطلنا أبدا عن مسيرة التقدم وعن عجلة الإنتاج، وده بيزيدنا قوة وبيزيدنا صلابة إن احنا نكمل مسيرتنا إن شاء الله. وتحيا مصر، وتحيا مصر بأبنائها المخلصين إن شاء الله. إن شاء الله تعالى دايما تحيا ومحروسة بإذن الله، كانت وما زالت وستظل بإذن الله بلد إن شاء الله تعالى. كمان الشكر، إحنا لازم نوجه الشكر والتحية للعظام والصورة الحلوة كده. حضرتك مع بحكم المعايشة بتشوف أهالينا في سباق الصراحة إن هم بيوردوا القمح المصري، حابين يعني نوجه رسالة من خلال حضرتك ليهم، وأنت بتشوفهم أكتر مننا كمان في الميدان يعني. طبعا إحنا من خلال متابعتنا للصوامع والتوريد الغلة في هذه الأونة حاجة مبشرة وحاجة جميلة جدا، وإن شاء الله كان الدولة لها جهود مسبقة ورؤية مستقبلية من بداية تحديد سعر القمح من 820 جنيه من قبل الزراعة، زود زراعة القمح عندنا. والموسم الشتوي كان موسم ممتد وموسم ممتاز لزراعة القمح هذا العام، وبصراحة كان عندنا بعض الحاجات البسيطة يعني بعض الأمراض اللي ممكن كانت تصيب القمح، لكن تلافيناها والحمد لله. الإنتاج عالي جدا حسب ما بنشوف، إن شاء الله نتيجة مبشرة. وبنحيي السادة الزراع وبنوصيهم إن هم يسرعوا بتوصيل القمح للصوامع اللي الدولة صرفت عليها فلوس كتيرة جدا علشان تعملها، وكانت نظرة استدامة يعني بصراحة كانت نظرة مستقبلية من الدولة من حوالي 4 سنوات عمل الصوامع ديت للحفاظ على
القمح من الإهدار والحفاظ على صحة المواطن، لأن القمح ده هيرجع يعود للمواطن مرة أخرى، فالصوامع بتحافظ لنا على القمح بتاعنا. وإحنا بصراحة من هذا المنبر الإعلامي بنحيي السادة المزارعين في كل مكان على جهودهم، وبصراحة كان الإنتاج السنة دي مبشر والحمد لله رب العالمين، وتحيا مصر بأبنائها المخلصين الشرفاء. صحيح. الحمد لله تعالى، وإن شاء الله تعالى الأرض الطيبة يا رب تطلع كل ما هو خير لينا ولأهالينا بإذن الله. القمح، الرز، الذرة الشمال كده، احنا القمح الحمد لله تعالى حضرتك هنا يعني بشاير خير بدأ الحمد لله. ندخل على الأرز في مصر، احنا ليه لازم نهتم بزراعة الأرز في مصر؟ الأرز يعتبر يحتل المرتبة الثانية بعد القمح، لأنه محصول استراتيجي ومحصول مهم للأمن القومي والأمن الغذائي. محصول القمح لا تخلو مائدة يوميا، لا تكاد تخلو من الأرز على المائدة، وفي بعض القرى ممكن بيكون في خلال وجبتين أو ثلاث وجبات. فالرز مهم جدا، وفي نفس الوقت بيخلينا نستغنى عن جزء من الخبز اللي احنا ممكن نستهلكه، وعشان كده الأرز له أهمية كبيرة جدا في العالم كله. صحيح. وفي مصر بالأهمية. صحيح. احنا حاليا دلوقتي موسم زراعة ولا لسه يعني مقبلين على موسم زراعي؟ يعني بالفعل في زراعات أرز بدأت ولا لسه؟ أنا أولا بحيي حضرتك وبحيي القناة لاختيار هذا الموضوع في التوقيت المناسب جدا، لأن إحنا لسه في الفترة ديت بعد حصاد القمح بيتم عمل المشاتل. أيوة. وده المعاد المناسب اللي احنا ممكن نبدا فيه في زراعه الارز، في زراعه الارز انا اسف تمام. في زراعه الارز. فالارز احنا ميعاد الحلقه بصراحه ميعاد مناسب جدا، وان شاء الله هنتكلم بالتفصيل عن كل المعاملات اللي هي تخص الساده المزارعين خطوه بخطوه ان شاء الله، من بدايه اعداد الارض للزراعه وعمل المشتل الى نهايه ان شاء الله الحصاد باذن الله. طيب ناخد اول خطوه ونروح، انا دلوقتي عايز ان شاء الله الارض بتاعتي ازرعها ارز. طيب. هي المعاملات الخاصة بأن أنا أبدأ أزرع أرز؟ الأرز بيتزرع بكذا طريقة، ممكن يتزرع بطريقة التسطير، وده بيوفر لنا من 10 ل 15 يوم، وبالتالي 10 ل 15 يوم دول بيوفروا لنا كمية مية كبيرة. تمام. وبيجيب الأرز بيبقى إيه مبكر من 10 ل 15 يوم لو زرع بعد التسطير. تمام. وممكن عندنا زراعة الأرز بالمشتل، وديت بصراحة اللي هي سائدة في أغلب المساحات المنزرعة بالأرز في مصر. وهنتكلم عن عمل المشتل، وهنتكلم عن الاخطاء الشائعه اللي هو ممكن يقع فيها المزارع اللي هو متعود يعملها، واحنا بنوصي من خلال هذا المنبر ان هو بننبهه من دلوقتي ان هو ما يقعش في الاخطاء عشان يحصل على اعلى انتاجيه ان شاء الله وباقل تكلفه ان شاء الله. نرجع كده خطوه، يعني الاول بتوصيف وتصنيف حضرتك ان المشتل الاول، انا بجهز بعمل مشتل عشان ابدا ازرع الارض بتاعتي. تمام. نبدا كده ازاي نعمل مشتل يعني يكون بطريقه ومعايير علميه صح يطلع لي علشان خاطر اخده للارض الدائمه او المستديمه. تمام. لعمل مشتل الارز اول حاجه احنا بنعملها عمليه الحرث والتشميس والتهويه. تمام. عشان نتخلص من الافات وبالحشائش اللي هي موجوده في الارض من المحصول السابق. بنحرث الارض ونسيبها من 4 ل 5 ايام تتهوى وتتشمس، وبعد كده بنصلح الارض بتاعتنا ونختار المكان المشتل يكون قريب من مصدر المياه. تمام. وبحيث ان احنا نسوي الارض بتاعتنا، واهم حاجه ان احنا دي من الاخطاء الشائعه اللي بيقع فيها المزارع. أيوة. ان هو بيضيف السوبر فوسفات بعد تنزيل المي. لا، لازم السوبر فوسفات بيضاف للمشتل قبل عمليه اصل بعد عمليه الحرث وقبل عمليه نظم قبل عمليه الحرث. اول خطا هو السوبر فوسفات بيخليه اول خطا بيقع فيه المزارع ان هو بيضيف السوبر فوسفات. تمام. بعد المي. تمام. انما لازم يضيف السوبر فوسفات قبل الحرث عشان يختلط بحبيبات التربه وما يعملش لنا مشكله تكوين الريم بعد كده. تمام. بعد ما بنحرط الارض بتاعتنا وبنضيف السوبر فوسفات، قبل ما بننزل الميه بنضيف سماد الازوتي. تمام. وبمعدل يا اما 3 كيلو جرام يوريا لكل قراط مشتل. هو الفدان بيحتاج 2 قراط مشتل. تمام. بمعدل 10% من المساحه المنزرعه. فالفدان بيحتاج 2 قراط مشتل. بعد ما بيحرط الارض ويسويها قبل ما ينزل الميه بيضيف يا اما 3 كيلو جرام يوريا ومعاهم 1 كيلو جرام سلفات زنك. تمام.
1 كيلو جرام سلفات زلف، يا اما يضيف 6 كيلو جرام سلفات نترات نشادر، يا اما نترات نشادر يا اما اليوريا. بعد ما بيضيفها بينزل المايه مباشره. بعد ما بينزل المايه للمشتل بيقوم بعمليه اسمها عمليه التلويط، وعمليه التلويط هي بمثابه عمليه التسويه للارض اللي هي بتاعته، الارض بتاعت المشتل، علشان ما يتجمعش مياه في مكان دون مكان اخر. هو سوى المشتل بتاعه تمام في وجود المياه، يسيب المشتل بتاعه ينشفه من المياه لمده يومين، يشرب المياه بتاعته اللي هي موجوده لمده يومين، وبعد كده بيدي المياه بتاعته للمشتل. في الفتره ديت اللي هو بيعد المشتل ويجهزه، بيكون لابد من في نفس الوقت يكون بيجهز التقاوي بتاعته، يختار الصنف المناسب اللي هو هيزرعه في المكان اللي هو حسب المكان اللي هو موجود فيه والبيئه اللي هو موجود فيها او التربه اللي هو موجود فيها، بيختار الصنف المناسب، وبيتم عمل نقع للبذور او الحبوب بتاعه الارز. بيتم نقعها. خطا الثاني اللي بيقع فيه المزارع ان هو ممكن يعمل عمليه النقع ديت في اكياس اللي هي موجود فيها الارز، لا احنا بنقول له ديت بتعمل على اختناء الحبوب داخل الاكياس اثناء عمليه النقع او اثناء عمليه القمر، فلا بد من ان هو يوضعها في شوال من الخيش بحيث ان هو يكون في نسبه تهويه، علشان لان درجه الحراره بترتفع داخل الشوال او داخل الكيس فبتعمل عمليه موت الحبوب. فاحنا بننبه على المزارع ان هو يتم عمليه النقع لمده 48 ساعة أثناء عملية تجهيز المشتل. بعد عملية النقع بيتم بيشيل الرز بتاعه أو من المية. النقع ده في مية عادية؟ في مية عادية. ولا بنحط بيضاف لها إضافات؟ والله هو يوصى بوضع محلول ملحي بمعدل 5 كيلو لكل 100 لتر مية. تمام. وبيتحطوا معاه عشان يخلصنا من أي حبوب ما فيهاش جنين أو الحبوب اللي هي بتقوم على لكن لو ما حطش المحلول الملحي مش هتفرق كتير ولا لا تفرق؟ والله لو حط المحلول الملحي بيكون أفضل. تمام. لو حط المحلول الملحي بيكون أفضل، بس يراعى إن هو بيحط المحلول الملحي لمدة 24 ساعة، وبعد ال 24 ساعة بيتم شيل أو نقع الحبوب من المية، ويتم غسلها من المحلول الملحي ويضيف لها مية تاني، مية حلوة لمدة 24 ساعة تاني عشان يتخلص من الأملاح اللي موجودة، عشان ما تأثرش على الجنين اللي هيطلع عندنا. صحيح. بعد ال 48 ساعة بيتم عملية اسمها عملية القمر للحبوب. وعملية القمر ديت يا إما يوضع شوية قش أو شوية برسيم تحت الشوال بتاعه، ويتم تغطيته برضه بشوية قش أو شوية برسيم. احنا بنتكلم بالامكانيات اللي هي المتاحه لاخواتنا المزارعين. صحيح. ويتم التغطيه بتاعتهم لمده 24 ساعه اخرى حتى يتم عمليه التلسين. تمام. عمليه التلسين بتتم في خلال دلوقتي قلنا 72 ساعه. بعد الانتهاء من تنشيف المشتل لمده يومين قلنا بيضيف الميه. الميه بشرط انها تكون مياه رائقه. يعني مياه رايقه بحيث لما يجي يبدو التقاوي بتاعته لما يجي يبدو التقاوي بتاعته يبقى عارف هو المكان اللي توزع فيه التقاوي والمكان اللي ما توزعش فيه التقاوي. يبقى التقاوي باينه له في الميه. صحيح. واضحه له في الميه بحيث يتم التوزيع جدا. بحيث يتم توزيع التقاوي في المشتل بالتساوي. تمام. في نقطه مهمه جدا وخطا شائع بيقع فيه اكثر المزارعين. اثناء خروج الحبوب بتاعتنا من الشوال مني قبل البذار ان هو بياخد من الشوال ويبدر على طول في الميه. ده خطا كبير جدا وبيعرض الحبوب بتاعتنا للتلف، لجزء كبير جدا منها للتلف. تمام. وبيأثر على الجنين اللي هو عندنا. لان بيبقى في درجه الحراره مرتفعه جدا داخل الشوال داخل الاجوله، فلازم يعمل مفرش ويهوي الحبوب بتاعته لمده نص ساعه ويفرشها على المشتل قبل ما يتم بدرها في المشتل. تمام. في الميه الرائقه. فدي من الاخطاء، احنا بنتكلم على الاخطاء اولا باول كده. تدارك الاخطاء ده نجاح. طبعا. صحيح. عشان بحيث ان المزارع ما يقعش في اي خطا من الاخطاء، فبنقول له كل الاخطاء اللي ممكن يقع فيه بنقول له مسبقا. فهو دلوقتي لابد من التهويه. بعد ما يتم البذار للحبوب بتاعته بيتم ان هو يزود الميه في المشتل لمده 5 ايام مستمر.
فيبقى من اول ما الارض اتبلت دلوقتي اتبلت يزودها بمعنى مثلا يعني مساحه معينه ولا هي تبقى مستمره؟ الافضل دي برضو من الخطا الشائع ان تمام. هو المزارع بيحاول يملى المشتل بالميه. ما ده اللي بقى ان هو بيملى المشتل لاخره بالميه، ده اهدار للميه تمام. بدون وتكلفه وممكن زياده، وممكن تضر وتكلفه زياده الزرع هو نفسه. يغطي عباره عن 3 سم بحيث ان هو يغطي الحبوب بتاعته بس تمام. زياده الميه ديت ملهاش اي قيمه وتكلفه عاليه واهدار للميه تمام. هو يغطي الحبوب بتاعته ب 3 سم بس، وبيزودها ايه كل ما تيجي تقل بيزودها لمده 5 ايام. بعد الخمس ايام بيتم صرف المياه من المشتل، وده مهم جدا جدا وخطا شائع برضو بيقع فيه اغلب المزارعين اللي هو بيخاف على المشتل من الشمس فيقوم يدن مخلي فيه الميه لفتره طويله زياده عن الخمس ايام ظنا منه بايه بقى؟ ظنا منه ان الحبوب ديت لو تعرضت للشمس بيقول لك الشمس هتلسح الجنين عندي وهتحرقه وهتاثر عليه. ولكن ده خطا لابد ان المزارع يتلافاه، لابد من تهويه من التهويه زي ما النبات بيحتاج للشمس بيحتاج للتهويه. اكيد تاني حاجه ان النبات بعد ما يتعرض للشمس بعد الخمس ايام بيكون الجنين خرج لاعلى، وان الجذور بتاعته لو سبت الميه موجوده في المشتل بتسبح الجذور على سطح الميه وما بتخترقش التربة. انما لو نشفت المشتل الجذور بتبدا تاخد الوضع بتاعها، فرصه ان هي تاخد الوضع بتاعها بحيث انها تبحث عن الغذاء بتاعها وتنزل للتربه، وبحيث ان الجنين بتاعنا بيمتد لاعلى وبيتم نسبه الخضار اللي بيختار عمليه الاستزراع الطبيعيه يعني الاستزراع الطبيعي صحيح. والخضار دهوت بيبدا ان هو يعتمد بعد كده على نفسه ان هو ياخد الغذاء بتاعه من الشمس ومن الهواء، ويبقى احنا دلوقتي هوينا المشتل وزي ما احتاج للميه لابد من احتياجاته الهوائيه نوفرها له عشان من اجل التنفس تمام. بعد عمليه الاستزراع اللي هو التنشيف ده بننشف المشتل لمده يومين. يبقى احنا كده قعدنا في المشتل قد ايه؟ ادي يومين بعد بلل الارض بالميه. بعد بلل الارض بالميه نشفنا يومين، يبقى دي عندنا كام يوم؟ أربعة. اتنين هم اتنين وخمسه يبقى سبع ايام. ونشفنا يومين يبقى عندنا تسع ايام. تسع ايام المشتل بتاعنا بدا يخضر. بننزل الميه تاني، بيبقى الاوراق بتاعته على ورقتين. المشتل بتاعنا بيبقى على ورقتين بعد العشر ايام. في العشر ايام ده لازم نعمل عمليه مهمه جدا وهي التخلص من الحشايش. التخلص من الحشايش لابد ان احنا نلحقها في الميعاد المناسب تمام. لان الحشيشه بتبدا تنبت من اول بلل الارض بالميه. ففي خلال العشر ايام دول لابد من التخلص من الحشايش. بنخلص من الحشايش ازاي؟ ان احنا بنضيف الكميه الساتر اللي هو موجود عندنا بمعدل احنا بنحط من لتر ونص لاتنين لتر الفدان. المشتل عندنا قلنا 10% فبنحط تقريبا حوالي 85 سم لكل اراد تمام. ال 85 سم دولي من الاخطاء الشائعه اللي بيقع فيها المزارع ان هو بيتم خلط المبيد الحشايش باي كيماوي زي اليوريا زي مثلا السوبر فوسفات، وده خطا شائع بيقع في المزارع لان ممكن يتم التفاعل بين المبيد لان ماده كيماويه ويتفاعل مع السماد اللي هو موجود عندنا فيعمل مشكله كبيره ويعمل صحيح. لسعه لبعض النباتات عندنا او الجنين اللي هو موجود عندنا تمام. فلا بد يعني ما يضيفش اي اسمده او كيماوي في خلال فتره اللي هو التخلص من الحشائش. لا كده صح؟ لا المقصود مش كده، المقصود ان هو ما يقلبش مبيد الحشائش على كيماوي ويبدره في الارض. تمام ان هو طب يقلب المبيد الحشائش على ايه؟ بتراب ناعم، بالتراب الناعم او بحبيبات رمل، يجيب الرمل ويخلطه ويزوده بنسبه ميه بحيث ان يبقى فيه ليونه شويه في التراب، او بحيث ان هو يبقى ايه يمكن يبدره بحيث ان يكون ما يكونش في وجود الرياح تمام. ما يكونش في وجود الرياح. وفي معلومه مهمه جدا برضو عشان المزارع ما يقعش فيها، لابد اثناء بدار او الاستخدام مبيد الحشائش ان يكون النبات فوق سطح الميه، ما يكونش النبات مغطى بالميه بالكامل. تمام. لابد ان يكون النبات الاوراق بتاعته او الغمد بتاعه الطرف بتاعه يكون على سطح الميه. تمام. ليه يكون على سطح الميه؟ لانه لو متغطي بالميه هيشرب من المبيد اللي هو موجود وهيأثر على الجنين اللي هو موجود عندنا، ويأثر على الزراع اللي هو موجود عندنا، ويعمل
وقف للمشتل من 5 لـ 6 أيام على ما يبدأ يسترد تاني إيه العمليات بتاعته الفسيولوجية. فدي من الأخطاء برضو الشائعة اللي بيقع فيها المزارع. لابد إن يكون المية تحت من أسفل النبات. طيب. أثناء بدار مبيد الحشائش. ماشي. حضرتك قلت لي أنا بختار على حسب الصنف اللي أنا عايزه. تمام. وكل صنف بيديني إنتاجية معينة بطريقة معينة أنا عايزها في الزرعة بتاعتي. تمام. حابين بقى ناخد خطوة كده ونقول هي أهم الأصناف اللي موجودة حاليا أو نبشر بها مزارعينا أو توصي بإن في صنف بلاش نزرعه تاني للاعتبارات اللي حضرتكم اكتشفتوها عندكم في البلد. الصنف البلد اللي هو 77 ده اللي الناس مصرة إنها تزرعه. أيوة. وده بيصاب باللفحة ويقول لك الطعم بتاعه عشان مستساغ. احنا بنتكلم مع الناس انت ليه بتزرع الصنف ده وليه مصر على الصنف ده؟ يقول لك مطلوب في السوق. ان الدوله بتبذل جهود كبيره جدا لاستنباط اصناف جديده. صنف 77. صنف 77 ده المزارع ما عادش يزرعه. الصنف اللي هو البلدي. اللي الناس بتقول عليه الرز البلدي. أيوة. ما حدش عايز يزرع الصنف ده هوت لان الصنف ده بيصاب باللفحه وبيأثر الانتاج بتاعه ضعيف وكمان ان هو بيقعد فتره كبيره جدا في الارض. يعني نصيحتك لنا ميه كتيره كمان وبيكلف المزارع كمان. نصيحتك للي جاي يزرع دلوقتي بلاش الصنف ده. في اصناف تانية بيزرع الاصناف التانية اللي هي موجوده. عندنا اصناف تانية كبيره جدا. احنا بصراحه عندنا طفره في استنباط الاصناف بتاعه الارز. بصراحه عندنا صنف سوبر سخا سوبر 300 ده من الاصناف اللي هتعمل طفره في الرز. وده سيادة رئيس الجمهورية دايما كان بيقول احنا عاوزين حل للموضوع الرز والمية. فعندنا مركز البحوث الزراعية بقيادة الأستاذ الدكتور محمد سليمان ومركز بحوث سخا الدكتور حمدي موافي واخد جايزة عن محصول عن صنف سخا سوبر 300. بصراحة الصنف ده هوت له مميزات كبيرة جدا واحنا بنوصي المزارعين بزراعته. ولكن الصنف ده هوت عاوز شوية توعية على للمزارعين علشان معاملات خاصة اللي هو ايه هنوصلها للمزارع من خلال حضراتكم علشان ازاي يزرع صنف دوت يوفر المية ويحصل ويوفر التكاليف ويحصل على اعلى انتاجية ان شاء الله. طيب ده بالنسبة لأهم الاصناف اللي حضرتك هتوصي بيها. في اصناف تانية ولا في عندنا طبعا صنف اللي هو بديل سخا 101 عندنا سخا 108 برضو الصنف ده هو البديل لصنف سخا 101 ولكن صنف 101 والصنف 104 ده من الأصناف اللي هي بتصاب بمرض اللفحة ودي من الأمراض اللي هي بتصاب بمرض اللفحة. فاحنا بصراحة السادة الباحثين عملوا لنا الصنف ده واستنبطوه الصنف سخا 108 وده بيوفر برضو في المية ومقاوم للملوحة في التربة ومقاوم للمية المالحة. وبصراحة الصنف ده ما بيجيش له لفحه والحمد لله. احنا من سنه 99 واحنا ما عندناش اي لفحه غير في الصنف 101 والصنف 104 والحمد لله تم استنباط صنف 108 البديل للصنف 101 وتم استنباط الصنف 109 بديل الصنف 104. هو في معلومه هي مش عارف انا مدى يعني جديتها بحكم حضرتك التخصص يعني صح. دايما بيقول لك الارز هو المتهم رقم واحد في الاسراف في المياه. هي حقيقه الموضوع ده ايه؟ حقيقة أو الموضوع ممكن ده ممكن نلاقي له كمان بدائل. حقيقة الموضوع ده هوت احنا للاسف احنا المفاهيم الخاطئه اللي عند بعض اخواتنا المزارعين لابد انها تتغير. الرز من النباتات اللي هو زي ما انا قلت لحضرتك من شويه ان زي ما بيحتاج للميه زي ما بيحتاج للهواء. لها طبعا. المزارع مصر ان هو يخلي الرز دايما باستمرار في وجود الميه وده بيسبب مشاكل كبيره جدا للرز. ما بيخلوش الرز نفسه وللارض لا الرز نفسه ان هو ما بياخدش الانتاجيه العاليه اللي هو عاوزها. انما لو انت نشفت الرز بتاعك وتروي كل على حسب المناوبه كل 6 أيام او كل من 4 لـ 6 أيام عباره عن ري عادي وما ترفعش نسبه الميه في الرز ده هيوفر لك في التكاليف. عارفين السولر دلوقتي هيوفر لك في السولر هيوفر لك في كميه الكيماوي اللي انت بتستخدمها لان النبات بيبحث عن الغذاء بتاعته صحيح. في منطقه غير المنطقه السطحيه. فبيوفر لك في الغذاء وبيوفر لك في الميه وده بيقلل لك التكاليف وبيزود لك الانتاج. عملنا المشتل بالطريقه اللي حضرتك بتقول عليها بالطريقه السليمه. هناخد المشتل نوديه للارض المستديمه للزراعه. تمام. نروح بقى للارض اجهزها ازاي؟ في معلومه برضو مهمه جدا او خاصه شائعه في المزارع ان هو بيخلي المشتل فتره كبيره قبل ما ينقله. المشتل المفروض
بعد من 25 يوم لاقصى حاجه شهر لابد ان هو يتم عمليه نقل المشتل للارض المستديم. تمام. اثناء المشتل ما هو بينمو عندنا بنكون بنجهز الارض المستديمه بتاعتنا، بنحرط الارض بتاعتنا برضه نفس النظام، بنضيف السوبر فوسفات قبل الحرد علشان يختلط بالتربه بمعدل 2 شكاره سوبر فوسفات للفدان. تاني حاجه ان احنا بنضيف قبل نزول الميه بتاعتنا، بنصلح الارض كويس طبعا بالتسويه بالليزر، اللي عنده استطاعه يسوي بالليزر، اللي ما عندوش استطاعه بيسوي بالليزر، المساحات الصغيره طبعا بيسويها بالقصبيه بحيث ان يبقى ما فيش اماكن مرتفعه واماكن منخفضه، بحيث تجميع الماء في اماكن دون اخرى، لان دي بيسبب لنا مشاكل للمحصول بتاعنا. فلا بد من تسويه التربه تسويه جيده قبل عمليه الري وعمليه ونقل المشتل للارض المستديم. قلبت وسويت الارض، تسطير الارض لها نظام؟ تسطير الارض ده بيبقى بالمعدات الحديثه طبعا، وتسطير الارض طبعا بيقلل عندنا في كميه الحبوب اللي احنا ممكن نزرعها، ممكن نزرع ب 45 من 45 ل 60 كيلو للفدان. يعني يفضل زراعه الارز بالتسطير، بالتسطير افضل من اللي هو البدر اللي بيوفر لنا في كميه التقاوي، بيوفر لنا في كميه الميه. تمام. وبيجي مبكر كمان، قلت لحضرتك بيجي مبكر 10 15 يوم عن المواعيد اللي هي بتاعه الرز اللي هو بالشتاء. في زراعات بتتحمل على زراعات، ده بالنسبه للتحميل اللي هو الاثنين طالعين مع بعض، لكن في زراعات بتبقى يعني عامل ما بتحبش تتزرع بعد زراعه. هل الارز يفضل ان هو ما يزرعش بعد ايه؟ لو كنت زرع الاول ارضي حاجه معينه يفضل ان ما يزرعش ارز. والله هو الارز يعتبر محصول استصلاحي، بيغسل الملوحه من التربه، استصلاح للتربه، استصلاح للتربه زي الفول بلدي كده، وكمان احنا بيتزرع حوالي مساحه 200 الف فدان اللي هو الحزام الملح اللي هو موجود عندنا، مساحه 2 مليون فدان يعني ايه صحيح. عندنا مساحه 2 مليون فدان اللي هو الحزام الملحي اللي هو موجود على السواحل، فبيتزرع علشان نحافظ على عندنا على ارض الدلتا من التاكل الاملاح اللي هي تيجي لنا من البحر الابيض المتوسط او البحر الاحمر، فاحنا بنحافظ عليها بزراعه الارز في الاماكن دي. فبيتزرع عندنا حوالي 200 الف فدان تقريبا من الارز. تمام. علشان يحافظ على ارض الدلتا من التاكل. طيب هرجع برضو تاني للمعاملات الخاصة بتجهيز الأرض. حضرتك قلت لي في أخطاء شائعة حابين ننوه عنها، بلاش نعمل 1 2 3. سيدي النقطة، كل خطوة قدم بتوصلك للتانية. أنا بدأ بمعايير سليمة، أكيد فترة الزراعة هقلل الإصابة بالأمراض أو أتفاداها إن شاء الله تعالى، هتكون الإنتاجية بتاعتي عالية، ده اللي احنا عايزينه بقى. تمام. احنا الأخطاء الشائعة اللي احنا بنقع فيها في المشتل هي اللي بنقع فيها في الأرض المستديم. طب زي ما أنا وضحت لحضرتك، اول حاجه احنا قلنا السوبر فوسفات لازم يضاف برضو في اثناء الحرد. ثاني حاجه ان اليوريا او الازوت بنضيف تلتين الكميه بتاعتنا قبل ما ننزل الميه بتاعتنا. بعد كده بيتم نقل المشتل بعد عمليه التسويه والتلويط، بيتم نقل المشتل للارض المستديم. في خطا شائع كبير جدا بيقع فيه الزراع، ان هو بيعمل عمليه تكويد للشتلات بتاعته. بمعنى تكويد بمعنى ان هو بيعمل الشتله الواحده بتاعته بيعملها عباره عن 20 عود، 25 عود او 25 نبات. الصح يعمل ايه؟ الصح يعمل من 5 لـ6 اعواد لكل شتله. يعني الكثافه دي مش هي اللي مطلوب، مش حاجه كويسه. لا، هو يعمل الكثافه بتاعته ل 15 في 15 يا اما 20 في 20. تمام. انما احنا بنتكلم دلوقتي عن الكميه الاعواد اللي هو بيحطها في الشتله الواحده. ايوه، ما انا بتكلم على العدد. كميه الاعواد في الشتله الواحده ما تزيدش عن 5 6 اعواد، وبعد كده بيتم التفريع. الرز ما يخافش، الرز هيفرع وهيديله انتاجيه اعلى، وهيبقى ما فيش تنافسيه بين الاعواد اللي هي موجوده ديت، وكميه الغذاء اللي هي موجوده هتبقى كافيه للاعواد ديت، وهيبقى النمو بتاعها قوي وهيجيب له سنابل قويه، وبالتالي هيحصل على انتاج اعلى. فلا بد ان هو يخلي الشتلات بتاعته ما تزيدش عن 5 لـ6 اعواد في كل شتله. في الارض المستديمه الرز زي اي نبات، الميه والهواء. حضرتك مش تحت، مش لازم عشان هو حابب الميه على طول يبقى عايز النسبه الصح فيه بالنسبه للري بتاعه. تمام. المساحة بالمية تبقى فوق النبات قد ايه؟ هو 3 سم، ما يعديش زيادة عن 3 سم. نفسه هو اللي في المشتل؟ هو اللي نفس المشتل، ما يعديش زيادة عن 3 سم، من 3 ل 5 سم. حتى في الأرض المستديمة اللي هو هيكبر بالفعل. حتى في الأرض المستديمة. تمام. إلا
عند طرد السنابل او تكوين الحبوب. ما حابين بقى نقول عند طرد السنابل دي المرحله الاخيره. في المرحله الاخيره عند طرد السنابل وتكوين الحبوب النبات بيحتاج للميه بصفه مستديمه، ان احنا ما نقطعش الميه من الارض، وبحيث ان احنا نزود الميه برضو باستمرار، وبحيث ان احنا ما نعليش برضو كميه الميه اللي هي موجوده عندنا، بحيث ان النبات الميه ديت اللي هي اللي بتنقل العصاره والغذاء للسنابل بتاعتنا وبتساعد على امتلاء الحبوب وتكوين. التسميد توصياتك للتسميد يعمل ايه بالظبط؟ توصياتي للتسميد زي ما احنا ذكرنا السوبر فوسفات، وزي ما احنا ذكرنا حضرتك الزنك، لابد من اضافه 10 كيلو سلفات الزنك للفدان قبل تنزيل الميه او ممكن بعد تنزيل الميه وبعد فشات الشتله. اضافتهم في كده في مجرى الميه نفسه كده في السراب ولا ازاي؟ زي ما احنا قلنا بيضاف زي ما احنا قلنا بيضاف مبيد الحشائش، ازاي بيضاف برضو سلفات الزنك بتتقلب على تراب وبتتبدر ال 10 كيلو، لان عنصر الزنك ناقص عندنا في الاراضي عندنا الموجوده في مصر وبيأثر على الرز، وده من الـ من الـ من العناصر اللي الرز بيحتاج لها بنسبه كبيره، فلابد من اضافه 10 كيلو جرام من سلفات الزنك. ثاني حاجه البوتاسيوم بمعدل 50 كيلو جرام بوتاسيوم للفدان، دول بيضافوا ممكن تكون اثناء الخدمه او بعد شهر من بعد شهر من الشتل او من الزراعه بالسطاره، او مع اضافه الجرعه الثانيه من التسميد الازوتي اللي احنا قلنا بنضيف 3 شكاير للفدان، 2 قبل تنزيل الميه والشكاره الثانيه بتضاف بعد شهر، ينتهي التسميد الازوتي قبل 55 يوم لان بتبقى تتكون السنابل داخل العود في الفتره. كل حاجه لما بتيجي في وقتها المناسب بتبقى هي الاجدى والاحسن، لما بتزرع في وقتها المناسب بتبقى هي الافضل وبتديني انتاجيه اعلى. تمام. الميعاد المناسب لزراعه الرز حضرتك قلت احنا دلوقتي في فتره زراعه الرز. تمام. طيب ما يعتبرش ده ميعاد مبكر ولا ده مناسب وما نتاخرش عن امتى؟ يعني اخر ميعاد تنصح بيه مزارعينا لو انت حابب تزرع رز ما تتاخرش عن شهر كذا. هو الميعاد المناسب لزراعه الرز حسب التوصيات من 15/4 الى اخر مايو الى اخر شهر 5. ولكن عندنا الصنف ساخه سوبر 300 يمكن زراعته لحد اخر شهر 6. وكل ما اتاخرت بزراعه الصنف كل ما بيجيب لك انتاج اعلى، فلو زرعت في نص 6 يعني لو كل ما بتاخر بزراعه الرز. ايوه بزراعه الصنف ده عكس المتعارف متعارف عليه. الصنف ساخه سوبر 300 ده ليه خصوصيه بقى. ده ليه خصوصيه لان الصنف ده هوت بينمو النمو الخضري بتاعه والاستطاله بتاعته بعد ما يتعرض لفتره اطول من الاضاءه. لا يبقى نسمع حكايته ولكن نشوف مشرفنا من اهالينا من الاسماعيليه الحاج محمد. اهلا بيك. ازيك يا باشمهندس عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم بخير. كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك بخير ربنا يحفظك. الله يبارك يا فندم. ممكن بس تسال باشمهندس متواجد؟ سامعك يا فندم الباشمهندس اتفضل. طبعا بالنسبه للزراعه في الرز في واحد الرز ممكن يتزرع تقدير. الرز ممكن يتزرع يا فندم؟ بقول يتزرع تقدير زي الغنم. كده المعلومه وصلت؟ انا مش سامع يا فندم. لا ما هو مش سامع حضرتك بوضوح يا فندم. بقول لحضرتك بقوله ممكن الزرع تقدير زي الغله توفر في الميه. بقول لحضرتك ممكن الزرع تقدير زي الغله فممكن يوفر في الميه؟ طبعا هو دي زراعه الحبه الجافه في ارض جافه. في استفسار تاني؟ لا الله يبارك لك يا باشمهندس. تمام ماشي حاضر هنتكلم برضه باستفاضه يعني هو زي هو بيتكلم عن زراعه البذره الجافه في ارض جافه وده نوع من انواع زراعه الرز وده برضه بيوفر لنا في كميه الميه وبيجيب انتاج كويس جدا برضه ان شاء الله بيوفر في التكاليف. تمام. مشرفنا من اهالينا من البحيره الحاج عادل اهلا بيك يا فندم. اهلا فندم. لو سمحت هنسال بس عن زراعه الرز السوبر، ايه افضل زراعه يعني الدار ولا المشتل ولا تمام. هو الرز السوبر هو بيزرع اي صنف عندنا بيزرع بكل الطرق وبشتى الطرق بيبقى حسب الارض بتاعتك وحسب امكانياتك وحسب المساحه اللي انت بتزرع فيها. فالرز السوبر ممكن تعمله بطريقه الشتل وممكن تزرعه بطريقه التسطير وممكن تزرعه بطريقه البذره الجافه في الارض الجافه، يعني بيصلح لجميع الزراعات لجميع انواع الزراعات. تمام كده الاجابه وصلت كده. تمام ماشي ليها. ارجع للخصوصيه الصنف اللي حضرتك بتقول لو يفضل ان هو يتاخر وكل ما يتاخر كمان يكون الانتاجيه بتاعته اعلى.
اللي هو اسمه السخا سوبر 300. السخا سوبر 300 ده اللي بيسال عليه الحاج عادل ولا لا؟ هو نعم؟ نفس السؤال. هو اللي بيسال عليه الحاج عادل. صنف السخا سوبر 300 ده بيحتاج قلنا لنسبه لفتره اضاءه طويله. لما النهار بيطول عندنا خلال شهر 7 وشهر 8 بيبقى النمو بتاعه زايد والنمو بتاعه سريع. انت لو عملت المشتل وزرعته في شهر 4 بيبقى النهار لسه قصير، فبيبقى بتخسر فتره كبيره جدا من النبات كانك لسه ما زرعتوش في الارض. فالنمو بتاعه ما بيزيدش وما بيكتملش. طبعا لو انت اتاخرت شويه بالمشتل بتاعك يفضل زراعته من اول شهر 6 لحد نص 6، بيستمر لحد اخر شهر 7 لاخر شهر 6 لاخر شهر 6 ان شاء الله. تمام. الصنف ده هوت طبعا الفتره اللي انت بتزرعها ديت لمده حوالي شهر ونص لشهرين، شوف بيوفر لك كميه ميه قد ايه. صحيح. وبالتالي الصنف ده هوت بيزرع في الاراضي اللي هي ملحيه لانه هو صنف مقاوم للملوحه والارض اللي الميه بتاعتها فيها نسبه ميزه ثانيه طبعا بيتحمل الملوحه بتاعت الميه والملوحه بتاعت التربه. تمام. مشرفنا الاستاذه علياء من كفر الشيخ، اهلا بيك يا فندم. استاذ علياء كفر الشيخ. استاذ علاء. الاستاذ علياء اهلا بيكي. علاء علاء. استاذ علاء اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اهلا بيك. تحياتي ليك يا فندم. دلوقتي احنا نزرع بعد ما نصوب ارض بالليزر ونزرع بالستاره. طب الوقت المناسب عشان احط فيه الساترون عشان ازرع ناشف، حبايه ناشفه في ارض ناشفه جافه. تمام حاضر. هتسمع الاجابه. نحط ساترون في الارض الجافه ولا نقوم رش كامل؟ حاضر. رش الشامل لحضرتك استفسار. حاضر. حاضر هتسمع الاجابه دوت يا استاذ علاء. تحت امرك. ماشي يا فندم. هو الاستاذ علاء بيسال دلوقتي عن الميعاد المناسب لاستخدام مبيد الحشائش اللي هو الساترن، ولا ممكن يضيف حاجه ثانيه؟ هو الساترن بنضيف 2 لتر للفدان وبيتم بعد 10 ايام من 10 ل 12 يوم، بس بننشف بيكون في وجود الميه، بيكون في وجود الميه ان احنا بنرمي بنقلبه على تراب وبيتم بداره بعد 10 ل 12 يوم بال 2 لتر الفدان، وبيتم التخلص من جميع الحشائش ان شاء الله. ازاي نعظم الفايده في وحده المساحه وناخد اعلى انتاجيه بتاعتنا؟ يعني هي ده وارد وده الهدف كمان والمستهدف من الزراعات الحديثه يعني. تمام. لتعظيم الفايده وناخد اعلى انتاجيه لابد ان احنا نتلافى كل الاخطاء اللي احنا قلناها. تمام. لان كل العوامل ديت مرتبطه ببعضها. صح. لو انا ما اخطاتش في اي حاجه من العوامل ديت ونفذت التوصيات بتاعتي السليمه هوصل لاعلى انتاجيه باذن الله، من الميه والتهويه، من اضافه الاسمده، من التهويه عند وضع عند بدار المشتل، من جميع العمليات اللي احنا قلناها العمليات الزراعيه. صحيح. كلها مرتبطه ببعضها علشان نوصل لاعلى انتاجيه، فلا بد من تلافي هذه الاخطاء علشان نوصل للنتيجه المثلى اللي احنا بنبغاها. الاصناف الموجوده كلها ان شاء الله بتوصل من انتاجيه من 4 ل 5 طن. صنف سخا سوبر 300 بيوصل من 5 ل 5.5 طن، وده رقم مرضي يعني. رقم ما شاء الله حاجه. تمام. جميله يعني، وحاجه مرضيه جدا للمزارع. طيب كل الاخطاء وارده، انا ما عرفتش اتخلص من الحشائش في المشتل. تمام. واخدت حشائش معايا في الارض للزراعه المستديمه. تمام. ابدا بقى المعاملات الخاصه بها ازاي؟ تمام. احنا عندنا المبيدات الحشائش لو احنا بعد ما وضعنا الساترن لابد ان يتم من التخلص من الحشائش. تمام. اللي هي موجوده عني. عندي بس، ولكن بصرف المياه قبل الحشائش ديت بيومين. وبعد كده بيتم التعامل بمبيد الحشائش حسب توصيات وزاره الزراعه بالكميات الموصى بها من وزاره الزراعه، وبعد كده بسيب الارض او الارض عندي لمده يومين تاني جافه، وبعد كده بنزل الميه بتاعتي. ليه بنشف الارض؟ بنشف الارض علشان المبيد يوصل لكل حشيشه موجوده. انما لو انا عندي الميه موجوده هيبقى الميه مغطيه الحشائش اللي هي موجوده عندي، فالمبيد ما هوش هيوصل لان المبيد بيحرق بالملابسه. واختياري بيحرق بالملابسه. لو انا عندي كميه ميه في الارض المبيد ما هوش هيوصل للحشيشه بتاعتي وما هوش هيوصلني للنتيجه المثلى. صحيح. استاذنك مشرفنا الحاجه فرحات من اهالينا من كفر الشيخ، اهلا بيك. اهلا بيك حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.
بحيي حضرتك والقناه العظيمه قناه مصر الزراعيه، وانا من اشد المتابعين للقناه. تحياتي ليك يا فندم، كل عام وحضرتك بخير. حضرتك والدكتور ضيف حضرتك. تحياتي. انا بستفسر عن الرز السوبر 300، انا جايبه من البحوث السنه دي برضه من عندنا من سخه، وعايز اعمله بطريقه البدار، فانا عايز اعرف كل المعاملات الزراعيه الخاصه به بطريقه البدار والاسمده التسميد، لان انا سمعت ان الرز ده او الصنف ده ما بيحبش الاسمده كتير. تمام حاضر. ثاني حاجه برضه بحب استفسر عن، كنت سمعت ان فيه صنف جديد كمان اسمه سوبر 301، هل هو انطرح في الاسواق وفي المحطات وكده واعتمد او لسه؟ حاضر، تسمع الاجابه دلوقتي وربنا يا رب يطرح لك فيها البركه ان شاء الله تعالى، وموسم خير يا رب عليك ان شاء الله باذن الله. هو طيب. الحاج بيسال عن صنف سخه سوبر 300 وبيقول انا عاوز ازرعه بطريقه البدار. نفس المعاملات اللي احنا عملناها في المشتل اللي احنا قلناها في الحلقه، هي نفس المعاملات اللي بتتم لزراعه الرز البدار، لانه يعتبر المشتل ده جزء مصغر للمساحه الكبيره بتاعتنا اللي احنا بنتعامل بيها في الرز البدار. فاحنا قلنا جميع التوصيات وجميع الاخطاء الشائعه اللي هي ما يعملهاش المزارع في المشتل، هي نفس التوصيات ونفس العمليات الزراعيه اللي بيقوم بيها المزارع داخل الارض المستديمه بتاعته لما يزرع بطريقه البدار. هو بيسال عن كميه الاسمده الازوتيه اللازمه للصنف السخه السوبر 300. هو من ضمن المميزات بتاعته ان الصنف ده هوت بيصل الارتفاع بتاعه ل 120 سنتي، صنف قوي، صنف مقاوم للرقاد. الصنف ده هوت ما بيحتاجش كميه اسمده كبيره. تمام. ممكن يحتاج من شكاره ونص لشكارتين ازوت للفدان، مش كارتين يوريا للفدان، او ثلاث شكاير سلفات نشادر للفدان. فدي برضو من المميزات بتاعه سوبر 300. انت ما تزودش له، ما تخافش ان هو ما تقولش الـ بس، ولكن ممكن تعوض برضه، ممكن يعني تعوض برشه عناصر صخره، حديد وزنك ومنجنيز ان شاء الله دهيت ترشها برضه عشان تساعد النبات شويه لانه بيحتاج للعناصر دي. طيب مع اضافه ضروري جدا اضافه للفدان 10 كيلو سلفات زنك. طيب صنف 301 ده موجود في السوق؟ لا، الصنف 301 هو لسه في سخه، في محطه بحوث سخه، ولكن لسه تحت البحث، لسه ما نزلش منه حاجه في السوق يعني. تمام. ممكن ينزل السنه الجايه باذن الله، وصنف ان شاء الله يعمل طفره في زراعه الارز في مصر ان شاء الله على خير يا رب باذن الله. من اهالينا من كفر الشيخ مشرفنا الحاج محمد، اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سعاده الباشا، تحياتي ليك. والنبي انا بزرع، عايز ازرع السنه دي الهجين. ايه المعاملات؟ اضيف البوتاسيوم راشي ولا اضيفه في دار كيماوي؟ هتسمع الاجابه حاضر دلوقتي، وان شاء الله يا رب بدايه خير وتروح لك فيها البركه باذن الله. حضرتك استفسار؟ البوتاسيوم عندنا ممكن تضيفه بكذا طريقه، ممكن اما تضيفه في الارض الزراعيه اثناء الخدمه الزراعيه، او تضيفه بعد شهر 50 كيلو جرام للفدان بعد شهر. في خطا عندنا شائع في إضافة الأسمدة، والخطأ ده لابد إن احنا نتلافاه. الخطأ ده هوت إن هو إضافة الأسمدة الأزوتية في وجود الماء. إضافة الأسمدة الأزوتية للرز في وجود الماء ده من الأخطاء الشائعة اللي بيقع فيها أغلب المزارعين. لأن أنت لما بتضيف الأسمدة الأزوتية في الماء، جزء منها بيتم التبخر، وجزء منها بيتم تسربه في مع مياه الصرف. وبالتالي بتبقى فقدت جزء كبير جدا من الازوت اللي انت حطيته في التربه. ولكن لما توضع السماد بتاعك لابد من تكفيف الارض بحيث ان انت تقدر تنزل وتمشي في الارض بتاعتك. صح. بعد كده تضيف السماد وتنزل الميه بتاعتك مباشره ورا. صح. بعد ما تضيف الاسمده مباشره. صح. ده خطا شائع برضو بيقع فيه جميع الساده المزارعين. البوتاسيوم ممكن نضيفه بطريقه ثانيه اثناء عمليه التزهير والعقد او طرد السنابل. ممكن نضيف البوتاسيوم دوت بطريق الرش بمعدل 5 كيلو المنقوع بتاعه، 5 كيلو بوتاسيوم للفدان. ممكن المزارع يشترك مع اي واحد ويجيب 10 كيلو شكاره فيه 10 كيلو، ولو عنده مساحه تستحق ال 10 كيلو يجيب 10 كيلو للاثنين فدان، وياخد المنقوع بتاع الميه بتاعتهم ويضيفها. ممكن يضيفها مره، وممكن يضيفها اثنين بين المره والاخرى 15 يوم. تمام. مشرفنا من اهالينا من الغربيه الحاج صبري، اهلا بيك يا فندم. طيب هننتظر تليفونك، ولو سمحنا يعني لو الوقت ما خدمناش كده يبقى الحلقه اللي جايه باذن الله. احنا ما اتكلمناش عن حاجات كتيره،
يعني اه منها كمان الامراض. فخليني ناجل ده لحلقه تانية بالنسبه للامراض وكمان الذره اللي وعدنا بها يعني مشاهدينا ما تكلمناش فيها. ولكن خلينا نروح دلوقتي. انا خدت الارض خدت النبات من المشتل وديته الارض المستديمه، ايه بعيني اللي اقدر اشوفه كده عمليه الانبات بدات تبقى صح ولا غلط؟ يعني اكتشف ان انا كده عملت اول عمليه في الزراعه صح ولا خطا؟ اللي هو في المشتل يعني حضرتك تقصد؟ لا مش في المشتل، في الارض المستديمه. في الارض المستديمه انا بقى دلوقتي في الارض بالنسبه كميه الانبات نفسها، يعني كميه الانبات عندي بتظهر لي نسبه الخضار اللي هي موجوده. احنا قلنا بعد الخمس ايام بيتم تكفيف في المشتل او الارض المستديمه اللي مزروعه بطريقه البدار، يتم تكفيفها لمده يومين. اليومين دولي النبات بيبدا يتاج الجذر بتاعه الاسفل والغمد بتاعه بيطلع لاعلى فبيتم ويزداد نسبه الخضار اللي هي موجوده عندي. من نسبه الخضار اللي هي الموجوده عندي ديت بشوف النبات عندي بدا يقوم على حيله، بدا العمليه الفسيولوجيه في النبات تشتغل، وبكده بعرف النبات عندي شغال. تمام. بعد كده بضيف له الميه ثاني. احنا لنا حلقه وحلقات في موضوع الرز وموضوع الذره الشاميه وموضوع كمان المانجا، وده كان سؤال حضرتك ان احنا نتكلم فيه على المانجا والموالح. فتحياتي ليك وانا استمتعت والله بالحلقه السريه دي ان شاء الله تعالى. تحياتي ليك يا باشمهندس. بشكر حضرتك، بشكر جميع الساده المزارعين، وكل عام وانتم بخير بمناسبه عيد الاضحى المبارك. احنا ما عدناش على الناس الفتره دي. تحياتي ليك في اي وقت. تحياتي ليك يا باشمهندس. مشاهدينا خلص حلقه النهارده من بيت الخبره المرشد الزراعي، شكرا لضيفي الكريم. اتكلمنا وما استفدناش قوي في الموضوع لان هو اكثر من مهم، ففي حلقه وحلقات في هذا الشان الاكثر من مهم. عذرا لكل الاتصالات اللي هي ما عرفناش نتواصل معها مباشر، باذن الله هيكون في حلقه وحلقات تاني زي ما وعدناكم. نشوفكم ان شاء الله في يوم جديد من بيت الخبره المرشد الزراعي. في امان الله.